السلام عليكم. تشهد معدلات جرائم القتل والانتحار في العالم العربي ارتفاعا سريعا ولافتا رغم حالة الغموض والتكتم التي تحيط عادة بهذه الظاهرة. يرجع الخبراء ذلك إلى القاعدة التي تقول إن نوعية الانتحار هي شفرة أو مفتاح لسببه، وبما أن أغلب الحالات غير المرضية كانت مرتبطة في السابق بأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، فإن الحكومات العربية لم تكن تفصح عنها، لكن تغيرت المعطيات بتغير الأوضاع بعد الربيع العربي. وفي ذلك نطرح التساؤلات الآتية: ما هي أسباب انتشار جرائم القتل والانتحار في المجتمع العربي خاصة في الآونة الأخيرة؟ هل الأسباب تتعلق بحدوث فلتان أمني فحسب؟ أم أن هناك أسباباً اجتماعية كالفقر والبطالة والضغوط المعيشية الأخرى؟ وهل غياب المستقبل العربي في ظل التجاذبات السياسية والانسداد السياسي له دور فعال في الانتحار بين الشباب العربي؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان الانتحار وجرائم القتل تهدد الشباب العربي، حيث سيكون معنا ضيفا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ ياسين التميمي. مرحبا بكم أستاذ ياسين، شرفتونا. وأيضا عبر سكايب الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. دكتور عبد الباقي مرحبا بكم. أهلا وسهلا، مساء الخير، حياك الله. وعبر سكايب الأستاذ الدكتور طلال مصطفى، الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة وأستاذ علم الاجتماع. مشاهدينا الكرام، نرحب بضيوفنا الكرام، وقبل البدء في مناقشة محاور البرنامج ندعوكم لمتابعة هذا التقرير. وكأنها الثمرة المرة لعقد من الزمان، شهد أول عام فيه انتفاضات شعبية عارمة أحدثت تصدعات واضحة المعالم في صرح الاستبداد العربي العتيد، قبل أن يبدأ سريعا عصر الثورات المضادة بما حمله لهذه المجتمعات من مجازر دموية وفوضى أمنية وانهيار اقتصادي، فضلا عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الجريمة. فلا يكاد يمر يوم لا تنشر فيه الصحف والمواقع الإخبارية عشرات الأخبار عن جرائم عنف بالشارع العربي، حتى وصل الأمر إلى حد ذبح طالبة أمام أبواب إحدى الجامعات المصرية وقتل أخرى بالرصاص داخل إحدى الجامعات الأردنية في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من الناس. وبحسب باحثين، فإن مشاهد العنف الدموي التي عاشتها المجتمعات العربية في السنوات الأخيرة من جراء الثورات المضادة التي أجهض ثورات الربيع العربي صنع ما يمكن تسميته بألف المأساة، إذ ألفت العيون مشاهد القتل والدماء، ولم تعد تلك المشاهد تثير النفوس ضدها وضد مرتكبيها. كما أن عودة الأنظمة الشمولية إلى السلطة وقمعها كل صوت يعارض سياساتها، وتزامن ذلك القمع مع أزمات اقتصادية خانقة وارتفاع نسب الفقر والبطالة بين الشباب، كل ذلك خلف نوعا من الكبت النفسي والغضب لدى قطاعات عريضة من الناس. ولأن القوانين الاجتماعية تصدق كذلك على المجتمعات بحسب ما يقوله باحثون اجتماعيون، فإن ذلك الغليان الداخلي والغضب المكبوت يبحث عن نقطة ضعيفة في البناء الاجتماعي كما يبحث البركان في القشرة الأرضية، ولأن عصا السلطة غليظة والقمع سيد الموقف، فإن الغضب الكامن ينفجر داخليا بالانتحار أو في المحيط الاجتماعي فترتفع معدلات الجرائم. إلا أن ذلك ينذر بانفجار أكبر حين تتواصل مساحات الغضب المجتمعي وتتحد لتتحول إلى فوضى عارمة أو ربما إلى ثورة شاملة. إذن مشاهدينا الكرام، لمن فاتته المقدمة، نناقش في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الانتحار وجرائم القتل تهدد المجتمع العربي. نرحب بضيوفنا الكرام مرة أخرى. أبدأ معكم أستاذ ياسين. هناك من يقول إن أسباب ظاهرة الانتحار وجرائم القتل التي انتشرت في الآونة الأخيرة في المجتمع العربي هي أسباب سياسية تتمثل في غياب المستقبل لدى الشباب العربي. ما مدى دقة هذا الطرح يا أستاذ ياسين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك. تحية لك. وهذا الموضوع في الحقيقة موضوع مهم وشائك ومسكوت عنه، على الرغم من مأساويته وعلى الرغم من أنه يؤشر إلى الحالة التي آلت إليها الأمور في بلداننا العربية وإلى النتاجات السيئة التي يعني باتت عليها بلداننا هذه الأيام جراء
يعني مرحلة عاصفة من التحولات التي بدأت في الحقيقة باستعادة الشباب العربي للمبادرة من خلال ثورة الربيع العربي، وانتهت بهزيمة ثورة الشباب وثورة الربيع العربي والتغيير والنزوع إلى التغيير. وأنا في تقديري أن الربيع العربي بقدر ما مثل حالة اتساق كاملة مع النفس، وربما أعاد ثقة للشباب و يعني أعاد الأمل وفتح آفاق لدى الشباب بشأن مستقبل كانوا يتطلعون إليه من خلال هذا التغيير. فإن الثورات المضادة في الحقيقة سدت الأفق السياسي مجددا، وخلقت دورة عنف كبيرة جدا استسهلت مسألة سفك الدماء، وبنت منظومة إعلامية قامت على فكرة تسويق القتل والاستهانة بالدماء والنيل من الآخر المختلف سياسيا. وفي الحقيقة عندما تتكرر هذا النوع من أو يتكرر هذا النوع من الخطاب التحريضي ضد فئة من المجتمع سواء كانت سياسية أو عرقية أو أثنية طبعا، وهذه المشاكل كلها طبعا موجودة في وطننا العربي، تأخذ أبعاد سياسية، تأخذ أبعاد اجتماعية، تأخذ أبعاد عرقية وأثنية. عندما يكون هناك منظومة إعلام يعني تحرض من أجل النيل من الآخر المختلف، في الحقيقة هذا ربما كما ورد في التقرير هذا يطبع مع حالة العنف، يدفع بالشباب إلى ربما إلى اللجوء إلى الخلاص من خلال اعتماد هذه الوسائل العنيفة. وإن كان في طبيعة الحال ما نراها اليوم من جرائم عنف، جرائم العنف ربما ترتبط بالتحولات السياسية، بأداء الأنظمة، بحالة الفلتان الأمني، بتكريس حالة الشمولية، بانعدام الأفق السياسي. لكن الانتحار تحديدا له عدة عوامل، بعضها مرتبط بتطورة الحياة، الدور الذي تؤديه أو يؤديه الفضاء الإعلامي الجديد، اختلاف نزوع الشباب، خصوصا مع أن ظاهرة الانتحار هي ترتبط عمليا من سن 18 إلى 25 تقريباً. وهذه الفترة التي يتحسس فيها الشباب مستقبلهم، ويكونوا أكثر حساسية حيال مهددات هذا المستقبل، فيلجأ بعضهم إلى الخلاص الشخصي، وهذا يعني له مسببات اجتماعية بطبيعة التنشئة. ولكن أيضا مسألة ثورة الاتصال لعبت دور كبير جدا في خلق، سنأتي على هذا الموضوع بالتفاصيل، وسائل التواصل الاجتماعي أيضا والأخبار التي تحرض على العنف. أنتقل إلى الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، هل ضعف المنظومة الأخلاقية العربية لدى الأسر العربية، وكذلك لو أدرجنا منظومة القيم، ساهمت إلى حد بعيد في انتشار الانتحار وجرائم القتل دكتور عبد الباقي؟ أولا ينبغي التمييز بين الانتحار كإقدام المرء على قتل ذاته، وبين القتل بإقدام المرء على قتل الآخر سواء كان زوج أو زوجة أو حبيب أو خصم إلى آخره. هناك فرق، وإن تلتقي بعض أنماط الانتحار مع مسببات الاجتماعية للقتل، وسنأتي لهذا. الانتحار ينبغي لو سمحت بس لأنه حتى نناقش الموضوع بشكل علمي ومقاربة علمية لهذه الظاهرة، الانتحار ليس فعلا فرديا بل هو له أسباب اجتماعية. وبالرغم من تعدد الدراسات للانتحار إلا أن هنالك مرجع أساسي يعني كتبه من مؤسس علم الاجتماع إيميل دوركايم عام 1897، وصنف الانتحار إلى أربعة، اللي هو الانتحار الأناني والانتحار اللامعياري والانتحار الإيثاري والانتحار القدري. ولكلها كل نوع من هذا الانتحار أسباب مرتبطة بالتكامل الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي. في هنا سنأتي إلى منطقتنا العربية، المسألة تتعلق هنا فيما يسمى بالانتحار اللامعياري، بمعنى أن جرائم أو يعني أفعال الإقدام والاستعداد الانتحار تأتي في المجتمعات تعاني نوع من اللا استقرار ومن خلل اجتماعي ومن تدهور أحوال معيشية ومن خوف من المستقبل. هذه العوامل وهذه الإحباطات تأتي هنا ما يسمى بمنطقتنا، لها ثلاثة أو يعني ثلاثة أنواع من
الانتحار وأشكاله. الانتحار الأول هو اللامعياري الناتج عن الخوف من المستقبل، التدهور الاقتصادي، الإحباط، انغلاق يعني أبواب الأمل. طبعا إضافة إلى عوامل أخرى، الانتحار الإيثاري هذا مرتبط بالجماعات الاستشهادية، ثم الانتحار القدري الناتج عن ضغط القيم على المجتمع وإعلاء قيمة المجتمع على الفرد. ومن هنا لا نستطيع الحديث، بينما وهذا مهم، تقل الانتحار أثناء الحروب بمعنى أن يكون هنالك تكامل، لكن أصعب المراحل هي تلك المراحل التي ينعدم فيها الاستقرار وتغيب فيها آفاق المستقبل، وهذا ما تشهده منطقتنا. في طبعا هنا نميز في منطقتنا بين مصر وبين العراق واليمن والبلدان التي شهدت تحولات، وهذا مرتبط بما يسمى كان هنا قبل التحول في المنطقة هناك يعني توتر داخل الشباب مربوط بين المعاش المتدهور والمتدني وبين المأمول بحياة جديدة. وقعت هناك انتكاسة، وقعت هناك إحباط لهؤلاء الشباب، هنا ترتفع نسب الانتحار الناتج عن القلق، التوتر، الخوف من المستقبل. هذا يسمى ثلاثة أنماط منتشرة جدا لما يسمى لهذا النوع من الانتحار. الانتحار الأناني هو الانتحار الذي يقوم داخل المجتمعات العضوية، بمعنى تلك القائم على الفردية، وهنا يأتي التفسير الاجتماعي بمعنى مرتبط بانسلاخ الفرد من الأسرة، الفردانية يرتبط أيضا بالوحدة والانحزال، ومرتبط بتبدل الشتاء والصيف والخريف، ويرتبط ومتعلق أيضا حتى بالعقيدة حسب الدراسات، بمعنى مثلا على سبيل المثال الكاثوليك أقل انتحارا من البروتستانت، لأن الكاثوليك لا يشعر أنه سيكون له علاقة مباشرة بينه وبين الله، بينما الكاثوليك هناك وسيط بينهم. إذن عندما نناقش هذا الموضوع علينا أن نفصل بين الانتحار والإقدام على جميل التوضيح دكتور، وبين القتل. طيب وسنأتي إلى القتل. طيب سنأتي على ذلك، ولكن دعني أرحب بالدكتور طلال مصطفى. دكتور طلال، يرجع الخبراء إلى موضوعة الانتحار إلى القاعدة التي تقول إن نوعية الانتحار هي شفرة أو مفتاح لسببه. هل الانتحار لدى المجتمع العربي يمكن أن نطلق عليها ظاهرة طارئة ستزول في المستقبل القريب المنظور؟ نعم، تحياتي لك ولضيوفك وللأخوة المشاهدين. يعني كما تفضل زملائي منذ في حديثهم السابق، أنا أضيف يعني إضافة إلى ما تحدثوا فيه، بشكل عام الانتحار يعني يدرس كحالات وليست كظاهرة بكافة المجتمعات كحالات، وخاصة يدخل في المجال السيكولوجي في مجال علم النفس. لكن بالوطن العربي وخاصة في سوريا والعراق ولبنان، وتحديدا بعد حدوث أو بعد اندلاع الحروب الأهلية إلى حد ما إذا صحت التسمية إثر ثورات الربيع العربي، انتقلت هذه الحالات إلى فعلا كما تفضلت إلى أن تصبح إلى حد ما ظاهرة اجتماعية لم تكن موجودة مسبقا. نعم هي كانت موجودة كحالات فردية، وهذه لن أقول حالة سليمة، لكن هي حالة طبيعية في كل المجتمعات، تظهر أو تبرز حالات الانتحار كحالات فردية لأسباب ربما اضطرابات نفسية، اكتئاب نفسي إلى آخره، يعني بمعنى عوامل أو دوافع فردية ربما أسرية. لكن ما يميز الحالات الانتحارية التي تحدث في سوريا والعراق وخاصة في سوريا أنها ذات نمط اجتماعي وليست ذات نمط فردي. معظم الحالات التي انتحرت إلى حد ما والتي وصلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام هي ما بين 15 والخمسة وعشرين، أي بفئة الشباب. وهذه هنا يجب أن نقف عند هذه الفئة. لماذا فئة المراهقين والشباب؟ فعلا المسألة متعلقة في انسداد أفق المستقبل،
فقدان الأمل بالتغيير بعد أن تفاءل هؤلاء الشباب بثورتهم، ثورة الحرية والكرامة، لكن ما تلقوه من عنف مركب، عنف من هذه الأنظمة الاستبدادية، هؤلاء المراهقين الذين شاهدوا القتل في الشوارع، وأنا كنت في سوريا وكنا نشاهد أمام أعيننا الذبح والقتل، وكيف هذا الشخص أو ذاك يتحرك لمدة ساعة أو ساعتين ولا نستطيع فعل أي شيء أو إنقاذه. بالنسبة لنا ككبار ربما ومتعلمين وناضجين ربما نستوعب هذه المشاهد، لكن بالنسبة للمراهقين والشباب ربما أو من المؤكد لا يستطيعون استيعاب هذه المشاهد التدميرية، القتل بالمجازر الجماعية كما رأينا في آخر صور لمجزرة ما يسمى منطقة التضامن، نعم. التي بدم بارد وكأنه يعني لا أعرف، يعني لا أعرف حتى لا نستطيع أن نقتل الحيوانات الشرسة كما كان هؤلاء يقتلون الناس البشر. هنا أؤكد على أنها ظاهرة اجتماعية. ما قرأته منذ أيام قليلة على وسائل التواصل الاجتماعي، إحدى الطالبات الجامعيات وفي الداخل السوري كتبت تقول: لولا أن الانتحار محرما من الدين لما بقي سوريا حيا. ماذا يعني؟ يعني أن الدين هو الذي يمنع السوري أو السوريين كافة من الوصول إلى مرحلة الانتحار. وبالتالي نعم، كما تفضل زميلي وتحدث إيميل دوركايم تحدث عن العامل الديني والعامل الاجتماعي، يعني فيما يتعلق يعني قال أن العزاب هم أكثر نسبة بالنسبة عددا مقارنة بالمتزوجين بالنسبة للانتحار، أيضا المتدين هو أقل انتحارا. وبالتالي هذا الكلام يصح على ما قالته هذه الطالبة الجامعية أو الصبية، أن لولا الدين لحصل ما يحصل في سوريا. هو أعتقد هو فعل عنفي سياسي مركب، يعني بمعنى سياسي واقتصادي ومعيشي، وحتى إلى حد ما نستطيع أن نكثف هذا الفعل العنفي الذي يقوم به النظام الاستبدادي السوري وكذلك بقية الأنظمة العربية. هو فعل ممنهج ومقصود، نهايته امتهان كرامة المواطن. عندما تمتهن كرامة المواطن وخاصة بالنسبة لفئة الشباب يعني إلى حد ما عندهم نوع من العنفوان، نوع من الحساسية، إذا لم يكن عنده النضوج المعرفي والسياسي الكامل لما يحدث قد أو ربما يقدم إلى الانتحار كخلاص، يجده طريق للخلاص من هذا الفعل العنفي اللي بين قوسين بسميه الامتهان كرامة الشاب أو المواطن السوري. ياسين، يعني أنتم تفضلتم في مسألة الفلتان الأمني، هل الفلتان الأمني مثل السطو المسلح والاغتيالات والقتل خارج إطار القانون، أيضا انتشار السلاح لدى بعض الدول العربية خاصة في العراق وفي بلدكم اليمن، هي عوامل ساهمت إلى حد كبير في انتشار الانتحار وجرائم القتل، تعتقد ذلك أستاذ ياسين؟ الانتحار لا، الفلتان الأمني لا علاقة له بالانتحار. الفلتان الأمني يولد العنف، يولد القتل خارج القانون، يشجع على عملية تصفية الحسابات عبر العنف وعبر القتل. عندما يغيب القانون ويكون هناك فلتان أمني، تتشكل منظمات خاصة، مجموعات تضامنية تتحرك تبني مصالحها على أساس العنف والقوة، فتصبح القوة هي لغة مشتركة، يعني في ظل غياب القانون، غياب الدولة. الحرب الأهلية أيضا أنا في تقديري أنها أكبر مولد للعنف، والعنف المزدوج، العنف بمعنى القتل التي يقدم عليه الأفراد أو الجماعات، أو الانتحار الذي يأخذ أشكال عدة، بما في ذلك قتل النفس في أجواء محددة. مثلا الحرب الأهلية تتعرض فئة الشباب والمراهقين لتغذية ثقافية من نوع خاص،
ثقافة تغذية عنفية. عندنا نموذج صارخ مثلا في اليمن، مثل تجنيد الأطفال لدى الحوثيين، جماعة الحوثي يجندون الأطفال، يجندون الأطفال. طيب. لا تتوقف المشكلة عن تجنيد الأطفال فقط، وإنما تغذية هؤلاء الأطفال بأفكار جديدة، تطييفهم إلى درجة أن هذا الطفل يكون لديه استعداد لقتل نفسه وقتل والدته وقتل والده. ولهذا أنا أقول بأن الحروب الأهلية دائما هي أكبر مولد للعنف. الحروب ربما بين الدول أحيانا تمثل حصانة للشعوب، أحيانا تمثل حصانة، لكن الحروب الأهلية أعتقد أنها تعمل على هدم منظومة القيم السائدة، تشجع الأفراد والجماعات على اللجوء إلى ما يسمى بمسألة الخلاص الفردي أو 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 القبلي أو العشائري أو التضامنات الخاصة الصغيرة. طيب. عبر العنف، عندما يشعرون بأنه ليست هناك مظلة قد تشكلها الدولة، وليس هناك قانون، وليس هناك نظام. طيب دكتور عبد الباقي، هل لوسائل التواصل الاجتماعي دور في جرائم القتل والانتحار، خاصة نحن نتحدث عن الألعاب التي تحرض على العنف، خاصة أن القاسم المشترك أن عمر المقبلين على الانتحار كما تفضل الدكتور طلال يتراوح ما بين 15 إلى 25 أو ربما إلى 30 سنة، هل وسائل التواصل الاجتماعي تعطي ربما دفعة جديدة لجرائم القتل والانتحار دكتور عبد الباقي؟ طيب، بس سأربط سريع ب30 ثانية. أنا دائما أتحدث عن الانتحار أو القتل له جوانب سيكولوجية يعني نفسية وجوانب اجتماعية، وبالتالي لا يمكن غف ذلك. بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي هي أحد الأسباب وليس كل الأسباب، لابد أن تكون هناك مجموعة من الحقائق المجتمعية نحن تحدثنا عنها. يأتي الانتحار أولا، أهم عنصر هو الإحباط، الفجوة بين المعاش والمأمول، بمعنى أن تعيش داخل بيئة اجتماعية واقتصادية ونفسية محبطة وفاقدة الآمال، ولديه من خلال التواصل الاجتماعي عالم آخر جميل ومنفتح، وهو لا يستطيع أن يعيش داخل هذا العالم. هذا يخلق فجوة بين الشباب والمأمول لديهم أو الطموح والتطلعات للحياة الجديدة. هذا عنصر، أحد العناصر، ليس كل العناصر، لكن عندما يتحول الانتحار إلى ظاهرة، صحيح أنه جوانب سيكولوجية مرتبطة بالإحباط، مرتبطة بالاضطراب، مرتبطة بفقدان الآمل، لكن هناك عوامل أخرى تتعلق كما قلت لك، خاصة في مجتمعاتنا ترتبط باللا استقرار، الخوف من المستقبل. أيضا حتى يعني حتى نفصل هنا بين ما يسمى ب الانتحار اللا معياري، بمعنى الناتج عن المرحلة اللا استقرار، لأنه في انتحار مرتبط بقوة التنظيم وليس بضعفه، بقوة التنظيم الاجتماعي. هناك أيضا انتحار يأتي بهذه القوة، عند يعني هنا هذا عنصر رئيسي، بمعنى أنه اللا معياري نحن نعيش في العراق واليمن وليبيا وكل البلدان التي عرفت الحروب ثم تعيش مرحلة لا سلم لا حرب، هذه ترتفع لديها نسب الانتحار والقتل. حتى القتل ينتشر لأسباب ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو ضعف التنظيمات الضابطة، بمعنى هناك غياب للتنظيمات التي تضبط، هناك غياب القانون، هناك استثمار لهذا الفراغات ولتصفية الخصوم، وهناك حالات الإحباط والعوامل النفسية تؤدي إلى تصفية الآخر وتؤدي إلى تصفية الذات. هذا اللامعياري. نأتي إلى ما يسمى ب القدري، عندما يكون المجتمع متماسك وديه قيم تفوق المجتمع، هذا يمارس ضغط على الأفراد ويمارس عنف على الأفراد، هذا أيضا يقود للانتحار على سبيل جرائم الانتحار من أجل الشرف، الانتحار من أجل الضغط الاجتماعي على الأفراد، وعندما تصادر رغبة الأفراد وحريته تلعب دور أيضا في هذا. إذن نحن نتحدث عن مجموعة من الحقائق وليس عن حقيقة، لذلك سترتفع نسب الانتحار في هذه الفترة وهي طبيعية. طبعا نحن عندما نتحدث عن الآن عن هذه الظاهرة، نظرا لأن أصبح العالم الافتراضي مفتوح، أصبحنا نتابع أول بأول ما يحدث في منطقة، هذا يجعلنا نشعر، لكن هي الظاهرة متواجدة في كل الأزمان، ولكن نحن سنشهد في منطقتنا العربية خلال هذه الأيام ارتفاع شديد عملية الانتحار والقتل لهذه الأسباب. لذلك لدينا من المهم جدا أن نميز بين
لأنه حتى العلماء يعني يتحدثون عن المجتمعات العربية تعتبر المجتمعات التقليدية، بمعنى أن قيم ما زالت بين يعني بين الفرد والمجتمع، والمجتمع يطغى عن يعني قيم المجتمع تمارس اضطهادا على الأفراد، هذا يؤدي أيضا إلى ارتفاع نسب الانتحار. تحدث الضيف عن سوريا وعن المجازر، وعن هذا هو أيضا أحد العوامل، وليس كل العوامل، إلى جانب عوامل التواصل الاجتماعي والألعاب والعنف والأفلام، يعني بمعنى أنك تشاهد يعني مأساة إنسانية وتدهور إنساني يؤدي بك إلى الإحباط، إلى أخذ فجوة بينك وبين ما يسمى الإشباع، الإشباع الحب، إشباع الحياة، هذا يؤدي إلى الحرمان، يؤدي إلى الكبت، إلى الاضطراب. هناك أيضا عملية انتحار أو قتل مرتبطة بالأسرة، مرتبطة بفشل الزواج، مرتبطة بالشباب المراهقين والعلاقات العاطفية. هناك كثير من العوامل علينا بذلك. نحن بحاجة في المنطقة، أكمل بس، بحاجة في المنطقة إلى أن، لأن ليس لدينا إحصائيات، كل دولة تحاول أن تخفي الأرقام بحيث أن وكأن وهي عندما تخفي الأرقام والمؤشرات هي تساهم على ذكر الأرقام. دكتور عبد الباقي، على ذكر الأرقام، وأتوجه هنا بالسؤال إلى الدكتور طلال. دكتور طلال، هناك اعتقاد سائد أن الدول الأكثر رفاهية تسجل نسب انتحار أعلى، ولكن أثبتت الإحصاءات مؤخرا عكس ذلك، حيث يأتي 77% من المنتحرين من دول تعاني اقتصاديا. لكن السؤال هنا، لماذا جعلونا كل هذه السنين نعتقد أن أكثر المنتحرين من دول سعيدة؟ ما الهدف والغاية من وراء ذلك؟ نعم، مثل ما تفضل زميلي منذ قليل، هذه الدول يعني ليست لديها أي إحصائيات وليس لديها أي صدق بالمعلومات بأي شيء، حتى يعني نحن نقطع عنا منقول حتى بأخبار الطقس تكذب، إعلام النظام أو إعلام الدولة يكذب، وبالتالي حقيقة لا يوجد أي إحصائيات لأي حالات عنفية أو حالات قتل أو حالات انتحار أو إلى آخره. كل ما هنالك ربما بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب وسائل الإعلام الجديدة بين قوسين المعارض، ربما بدأت تظهر لدينا بعض القصص وبعض الحكايات وبعض الحالات، الحديث عن بعض الحالات التي أقدمت على الانتحار، إن كان في مناطق النظام أو في المناطق الخارجة عن النظام. هذه الأنظمة الاستبدادية اعتادت على الكتم على كل شيء، ممنوع الإعلان، حتى أحيانا في إحصائيات الزواج لا يتحدث، غير صادقة أو لا يتحدثون بها. وبالتالي كان من الطبيعي أن الدول المتقدمة أو الدول الغربية بشكل عام هي لديها مصداقية بكل شيء، تتحدث عن كل مشكلة صغيرة أم كبيرة، هناك إعلام حر. وبالتالي كان نعم، كنا نقرأ ونطلع على دراسات وحالات من في موضوعات الانتحار في الغرب، منذ كتب كتاب دراسته إيميل دورنهايم عن الانتحار في 1897، بينما في سوريا حتى الدراسات الاستقصائية الميدانية حتى الآن ممنوعة، حتى لو كانت موضوعات تقليدية أو موضوعات غير حساسة، فما بالك بهذه الموضوعات التي تتعلق بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالدين أو بغير ذلك. أعود لأقول أن الفعل العنفي بشكل عام والفعل الانتحاري هو فعل تحديدا بسوريا أو بالعراق وحتى باليمن، يعني بالدول العربية، هو فعل مجتمعي. يعني ما يميز الفعل الانتحاري عن بقية الأفعال العنفية أنه فعل عنفي ضد الذات، ضد النفس، وهذا حتى هذا الفعل اللي ربما بمعظم الدراسات يدرس كحالات فردية، كدوافع سيكولوجية، لكن لدينا في هذه المجتمعات ومنها سوريا هي فعل مجتمعي، بمعنى القيم، انزياح القيم، تفكك المنظومة القيمية، تفكك المنظومة الأسرية، الأسر تشتتت، نصف الشعب السوري مشتت خارج سوريا، عندما الأسرة تفكك وتتصدى فمن الحال الطبيعي أن هذا المراهق
لا يوجد توجيه قيمي، توجيه أسري، توجيه ديني، توجيه سياسي، توجيه أي توجيه، وبالتالي هو في هو أمامه فقط جماعة رفاق الأصدقاء وأمامه وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا بنبدأ بقول أنا العنف المشاهد إن كان بوسائل التواصل بوسائل الإعلام أو إن كان بسوريا وبالعراق ربما المشاهدة بالمباشرة بالملاحظة، مشاهدة هذه الأفعال العنفية الجماعية حالة طبيعية عند الأطفال أن يكون ردة فعله ردة الفعل، وحالة طبيعية خاصة عند الشباب ردة الفعل هذا على هذا العنف الممنهج من قبل هذه الأنظمة أن تكون ردة فعلها عنفيا. وبالتالي لاحظنا مثلا على سبيل المثال إن كان بسوريا أو حتى بالعراق أو بمعظم الدول، في الأشهر الأولى كانت احتجاجات الشباب سلمية، حملوا الورود، حملوا المياه لأجهزة الأمن والجيش، لكن عندما قصفهم الطيران الحالة الطبيعية أن تكون ردة فعلهم هو حمل السلاح واستخدام العنف المضاد. طيب أستاذ ياسين، في العراق على سبيل المثال يتحدث مسؤولون في جهاز الأمن في العراق عن استغلال الانتحار كغطاء لجرائم القتل التي تحدث لأسباب كثيرة، منها طائفية ومنها على الاسم، حتى على الاسم هناك جرائم القتل ترتكب على الاسم. يعني لو ارتكزنا على هذه الأسباب وهذه المآلات والنتائج، كيف يمكن أن نثق بالتقارير والأخبار الصادرة من الأجهزة الأمنية؟ بطبيعة الحال لا يمكن الثقة بالأجهزة الأمنية مطلقا وبالمعلومات التي تتعلق بهذه الظاهرة على وجه الخصوص. مسألة إحالة أعمال العنف التي ترتكبها الأجهزة الأمنية إلى أعمال الانتحار هذه مسائل كلاسيكية أصبحت، يعني ليس فقط في العراق وإن في معظم الأنظمة الشمولية. دائما ما يبرر أسباب نهاية شخص ما يكون في السجن على سبيل المثال أو معتقل أو مغيب فيتم تصفيته فيقال أنه انتحر، لكن هذه المسألة بطبيعة الحال خلقت يعني ربما حالة من عدم الثقة التراكمية ما بين الشعوب والأجهزة. لا أحد يصدق الأجهزة ولا أحد يثق بهذه الأجهزة. في الحقيقة الأجهزة هذه هي سبب رئيسي في تفاقم ظاهرات الانتحار والعنف الذي تشهده بلداننا. والحروب الأهلية اليوم جاءت لتضاعف من هذه الحالة. على سبيل المثال في اليمن اليوم أصبحنا نشاهد حالة انتحار أسرية جماعية مثلا. الأمر لم يعد يتعلق حتى بفئة الشباب من سن 15 إلى سن 25، هناك راشدين، هناك ناس أكبر من ذلك العمر بكثير لديهم أطفال، أحيانا ينسد أمامهم الأفق الاجتماعي وتتراكم عدة عوامل منها نفسية منها اقتصادية منها ضغط المجتمع منها انسداد الأفق أمام هذا الشخص، منها طبيعة العلاقة المعقدة داخل الأسرة الصغيرة وليس الممتدة للأسرة الصغيرة، فيلجأ إلى تصفية الأسرة بكاملها. هذه الظاهرة موجودة. أحيانا الشخص الذي يعود من برامج التأهيل الثقافي لدى الحوثيين يعود ليصفي عائلته بكاملها لأنها لم تعد متسقة من وجهة نظره، والوعي الذي تشكل لديه لم تعد متسقة لا ثقافيا ولا عقائديا ولا مذهبيا مع المنظومة القيمية التي يبنيها الحوثيين في المجتمع ويخلقون من خلالها حالة طائفية جديدة في اليمن. طيب. نحن أمام حالة في الحقيقة تترك يعني إذا أخذنا الأسباب السياسية لظاهرة العنف والانتحار، اليوم الحرب الأهلية سبب رئيسي، عنف الأجهزة الأمنية، عنف الأجهزة السلطوية، عنف الأنظمة الشمولية، انسداد الأفق السياسي، بالإضافة إلى بطبيعة الحال التأثيرات التي يتعرض لها الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي تخلق أو ربما تقدم لهؤلاء الشباب مستقبلا نموذجا مثاليا للمستقبل لا يستطيعون الحصول عليه. حالة مقارنة ما بين مستقبل افتراضي يتمتع به غيرهم في بلدان أحيانا مجاورة بينما هم لا يستطيعون الحصول عليه، هذا الأمر ربما يضاعف من حالات اللجوء إلى العنف وإلى الانتحار لدى هذه الفئة. بطبيعة دكتور عبد الباقي، هناك آراء متعددة للحد من ظاهرة الانتحار خاصة، وهي يعني تجريم محاولات الانتحار وأيضا معاقبة من يحاولون إنهاء حياتهم إما بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معا. هل هذا الحل منطقي نوعا ما دكتور؟
هذه ليست حلول، هذا غرس يعني وضع الرأس في الرمل. نحن نتحدث عن يعني عن حقائق مجتمعية تتجمع وتؤدي إلى الانتحار الذاتي أو قتل الآخر. وعلى سبيل المثال أنتم تحدثتم قبل قليل عن التصفيات، لأنه هنالك ما يسمى يعني في منطقتنا وتم التخطيط له، اللي هو استدعاء الهويات الأولية: سنة، شيعة، أكراد، عرب، مسيحيين، مسلمين، يزيديين، شمال، جنوب، يمني، سنة، شيعة، دواعش، وعلويين وغير علويين، كل هذا، وتغذية هذه الجماعات بذاكرة جمعية مملوءة بالثأر. هذا يؤدي إلى يعني تحفيز رفض الآخر والتحفيز أيضا للعنف. هذه عوامل في غاية الخطورة. أيضا هذا عنصر تم التخطيط له، ولذلك ستلاحظ هناك استعداد يتم من داخل الجماعات المحلية اللي هي المنظمات في العراق أو في اليمن. يتم أحيانا تصفية الخصوم داخل هذا التحفيز، ويتم أيضا تثبيت السلطة والحفاظ عليها من خلال تصفية الآخر. إذن هذا عنصر رئيسي. العنصر الآخر المرتبط بس أكمل في غاية الأهمية حتى لا نتحدث في الفراغ. العنصر الثاني قلنا أن اللا استقرار أو ما يسمى بنمط الانتحار اللامعياري، هذا في أحد الأسباب. الحديث عن العقاب، لا، نحن بحاجة إلى الوازع الديني وخطاب ديني يتم استعادته. بحاجة إلى ما يسمى التكافل الاجتماعي، لأن التكافل أحد الأسباب المؤدية هو عندما يضعف التكافل والتنظيمات الاجتماعية تصبح هنا نسق القيم والتنظيمات المجتمعية الضبطية تضعف، وسيادة القانون تضعف. ولذلك ستلاحظ حتى يعني في الدراسة دوركايم تحدث أنه أثناء الحروب تنخفض الانتحار. لماذا؟ لأنه يكون هناك تكاتف بين الناس، يكون هناك يعني دفاع مشترك، يكون هناك يعني هذا القلق وهذا التكافل وهذا الحماية الجمعية تؤدي إلى التخفيف. ما بعد الحرب هو الخطير، ولذلك نحن الآن في العراق، في اليمن، في سوريا، يعني شبه استقرار. هذا هو البيئة المناسبة. الحديث طبعا الانتحار في المجتمعات الغربية مرتبط بالفردانية، ومرتبط بانسلاخ الفرد عن العائلة، وهو يعني ومرتبط بالطقس الانعزال، الاعتماد الذاتي، عدم وجود التكافل العائلي، العلاقات القبلية المناطقية. الفرد هناك منسلخ عن هذه الانتماءات الأولية القبلية والمناطقية والعائلية، وهو فرد. وهنا يرتبط يعني يرتبط بشخصيته، يرتبط بالإحباط، بمزاجه الشخصي، بالثنائية القطبية، بالخريف بالشتاء ترتفع النسب، بأن يكون عند المتزوجين أقل وعند يعني العزاب أكثر. وهذه العوامل مختلفة لدينا في المجتمعات العربية ومنطقتنا. المنظومة الاجتماعية ومنظومة القيم هي يعني تتجاذب بين الفرد والمجتمع. المجتمع يمارس ضغط، النسق الاجتماعي في غاية الأهمية. وهنا علينا أن نعالج، هناك عناصر واضحة: التنظيم الاجتماعي والتكافل الاجتماعي والعامل الديني. هذه عناصر رئيسية: التوعية، خلق نوع من التكافل. طبعا هذا للتخفيف، هذا للتخفيف وليس أشرتم يعني إشارة جدا مفصلية وذكرتم الوازع الديني. دكتور طلال، الوازع الديني بطبيعة الحال طبعا هو يمنع الشباب من جرائم القتل والانتحار، ولكن بعد ازدياد جرائم القتل والانتحار في المجتمع العربي خاصة في الآونة الأخيرة خلال 10 سنوات الأخيرة، هل هناك تقصير من علماء الدين أو رجال الدين بالنسبة للمسيحيين في أن يعرفوا الشباب العربي بخطورة الانتحار وجرائم القتل؟ هل هناك تقصير ديني دكتور؟ يعني لا نستطيع أن نقول هناك تقصير ديني بشكل عام، وإنما هناك عدم وجود فهم معاصر ودقيق وصحيح للدين بالنسبة للشباب. يعني حتى بمعنى أن معظم الشباب يتلقون بعض المفاهيم الدينية من وسائل التواصل الاجتماعي، من وسائل الإعلام غير منضبطة، غير دقيقة، غير ممنهجة، غير ممنهجة. يعني لذلك أنا بعتقد أنه
يعني العامل الديني يلعب دور إيجابي في الحد من القدوم باتجاه الانتحار لدى الشباب. طبعا العامل الديني لا يكفي، يعني العامل الديني هو يعني مساعد أو له دور فاعل مثل بقية العوامل، لكن أنا أعتقد العامل الأساسي هو العامل السياسي. يعني بمعنى إذا لم يحدث تغيير سياسي، تغيير نحو دولة قانون، دولة مواطنة، دولة حقوق وواجبات مثل ما تفضل زميلي عن التكافل الاجتماعي، في دولة القانون، في دولة المؤسسات القانونية تحصل هذه المؤسسات أو مؤسسات التكافل الاجتماعي، وبالتالي أيضا يحصل الشباب على حقوق وواجبات. هاي الدولة، هالدولة، هاي دولة القانون أو المؤسسات القانونية هي اللي قادرة، ما بقول أنا هي قادرة على إيجاد حل صحي لكل الفعل، لكل الفعل العنفي والانتحاري، لكن هي مقدمة بهذا الاتجاه. يعني حتى في هذه الدولة، الدولة الوطنية الديمقراطية، كل المنظومات، إن كانت المنظومة الدينية أو المنظومة القيمية أو التعليمية أو المهنية أو غير ذلك، كل هذه المنظومات تفعل فعلها الصحيح. وبالتالي في حال الفعل الاستبدادي، في حال وجود دولة الاستبداد ودولة دولة العنف، يعني حقيقة من يمارس العنف؟ ما يسمى بهذه الدولة، يعني هي ليست دولة، لكن من يمارس العنف؟ هم مؤسسات الأمن ومؤسسات الجيش في كل الدول العربية، في معظم الدول العربية. عشان ما بدي دقائق دكتور، بقيت لدينا 5 دقائق ولكل من ضيوفنا دقيقة للإجابة لو تفضلتم بذلك. أستاذ ياسين، تحدثنا عن جرائم القتل والانتحار في المجتمعات العربية، وطبعا كنتم يعني من الناس الذين وضعوا ربما العلل، ولا بد من وضع الحلول. ما المطلوب من الحكومات العربية أن تقدمه للشباب كي يلغي فكرة جرائم القتل والانتحار بدقيقة لو سمحت؟ أنا أعتقد أنه ليس مطلوب من الحكومات العربية، ليس هناك ثقة بالحكومة العربية. أولا ينبغي أن تكون الأنظمة منتجة شعبيا. طيب، هذا على المستوى السياسي، لابد أن تكون هناك أنظمة متسقة على المستوى الشعبي والوطني، بمعنى أن يكون الشعب هو الذي يفوض الهيئات الحاكمة ويكون لديه القدرة على أن يسقطها، بمعنى نظام ديمقراطي. طيب، الشيء الثاني استدعاء رجال الدين في هذه المرحلة، أعتقد أنه في إشكالية كبيرة، لأن رجال الدين تعرضوا خلال الفترة الماضية، خلال العقد الماضي، لحملة تشويه كبيرة قامت بها الأنظمة الرسمية والمنظومة الإعلامية، إلى درجة أنها خلقت حالة أو رد فعل عكسي لدى منظومة الشباب، حتى الشباب المتدين اتجه إلى الإلحاد بسبب ضرب الثقة بالمنظومة الدينية والمنظومة القيم الدينية. لذلك أنا أعتقد أنه الشيء الوحيد هو إعادة إنتاج أنظمة سياسية متسقة مع شعوبها. اثنين، نظام تعليمي حقيقي، والدين هنا يمكن أن يحضر من خلال النظام التعليمي نفسه، بمعنى إعادة صياغة الوعي، وعي الشباب والناشئة، إدماج المفاهيم والقيم والمعايير الدينية في أذهانهم. الشيء الثالث هو أن يحدث استقرار اجتماعي واقتصادي. هذه العوامل الثلاثة أعتقد مهمة جدا لاحتواء ظاهرة العنف، ومن ثم احتواء ما باتت اليوم ظاهرة الانتحار في مجتمعات غير مستقرة. طيب، ومجتمعات مضطربة. دكتور عبد الباقي، بدقيقة، ما المطلوب من منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والإنسانية للحد من ظاهرة جرائم القتل والانتحار بدقيقة لو تكرمتم بذلك دكتور؟ أولا في غاية الأهمية السؤال، لأن حتى تأتي الدولة وتكون ديمقراطية هذا يحتاج من منطقتنا إلى عقود وربما قد تتأخر. حتى ذلك هل ننتظر يعني حتى تلك الفترة لتوجد الدولة وديمقراطية وتمثيل ومشاركة؟ لا، الآن تأتي هنا دور المؤسسة المجتمع المدني من خلال ما يسمى بالعمل الشبكي، الذي يحاول أن يقوم بالتوعية وبمعرفة الأسباب وبإيجاد دراسات تحدد الأسباب الاجتماعية والسيكولوجية والنسب والمناطق، ريف، حضر، أي في أي منطقة عربية، مراكز الأبحاث تقدم دراسات، يعني أين هي أكثر
ينتقل في أي سن، الجنس، النساء، ذكور، أي مستوى، هذا في غاية الأهمية. العنصر الثاني التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي عنصر يوفر نوع من الاستقرار حتى تأتي الدولة. التكافل الاجتماعي في غاية الأهمية، بمعنى أن تكون هنالك جمعيات وجماعات مجتمعية تعمل على التكافل وتخفيف هذه الضغوط على المجتمع الذي يعاني من تدهور. العنصر الثالث هو الوازع الديني عن طريق التوعية إلى آخره. دكتور طلال، ما هو الحل لكي يلغي الشباب العربي فكرة الانتحار وأيضا جرائم القتل بدقيقة لو تفضلتم؟ نعم، يعني أريد أن أكمل ما تفضل به زميلي فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني. يعني أريد أن أسأل، هل هناك منظمات مجتمع مدني في هذه الأنظمة الاستبدادية؟ أعتقد غير موجودة. وبالتالي أنا نعم، حتى لو يعني إن كانت عقود ولا سنين، إذا لم يكن هناك دولة مؤسسات قانونية، بمعنى إذا لم تنتصر أو تعاود ثورات الربيع العربي مرة ثانية، لن نستطيع لا إيجاد مؤسسات مجتمع مدني حتى تقوم بدورها. وفعلا هي إلى دور، لكن دورها بدول مستقرة اجتماعيا، مستقرة سياسيا. وبالتالي هذه المنظمات المجتمع المدني أو منظمات شبابية أخرى أو منظمات تانية إلى دور الفاعل في دول وطنية ديمقراطية مستقرة، دور التثقيف، دور التوعوي للشباب، دور الحديث عن مخاطر وآثار العنف المجتمعي بما فيه الانتحار. بهذا الشكل نستطيع أن نتقدم خطوة بهذا الاتجاه. مشاهدينا الكرام، ناقشنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب الانتحار وجرائم القتل تهدد المجتمع العربي. نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا. ونتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، حدثنا عبر سكايب، شكرا جزيلا دكتور عبد الباقي. وأيضا الشكر موصول إلى الدكتور طلال مصطفى الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة وأستاذ علم الاجتماع، شكرا جزيلا دكتور مصطفى. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.